أي بشاير تسألني تقولي مي كم عمر بنت إلهام الفضالة الكبيرة، وهل اسمها منى؟ إي اسمها منى، عمرها يمكن بالعشرينات بس ما أدري كم تحديدا، شفتها مرة واحدة يوم عيد ميلاد شيماء علي، والبنية تجنن اسم الله عليها الله يحفظها. هبة تسألني مي إيش رايك في الفنان محمد السالم؟ فنان خطير أماكن ومحقق نجاح، يمكن هو حاليا هو فنان الشباب الأول سواء في العراق أو في الوطن العربي، يعني بالنسبة للجمهور اللي يحبه. تقولي لي ليش لما الحين ما استضفتي في برنامج كشف حساب؟ راح يكون إن شاء الله بشهر 8 راح يكون ضيفي في كشف حساب، وهذا أنا تكلمت فيه أكثر من مرة، هو بس باقي التاريخ اللي هو يجي فيه الكويت، وراح يكون بنفس الليلة لقاء معاي في كشف حساب، وراح يكون شيء مختلف، راح يقعد حوالي بالكويت يمكن 3 أو 4 أيام، وأكيد العين راح تكون أوسع له من المكان. مي تسألني تقولي مي ليش هبة مشاري حمادة تكرر الكاست مالها؟ شوفوا نفس ما المخرج عنده أدوات المؤلف عنده أدوات، يرتاح مع شخصيات محددة ممثلين محددين، مخرج يحتاج يعني فم هذول العالم يتعود عليهم فيرتاح، مو مسألة إنه ما يقدر يتعامل مع فنانين آخرين أو كاست مختلف، إمبلى يقدر بس هو راحته مع هذا التيم. عوش تسألني مي شنو طائفتك؟ وأدري إن السؤال اللي قافي، أنا بسأل سؤال، اللي يسألون أنت سني ولا شيعي هذول ما ماتوا لما الحين عايشين؟ يعني لا هذا المفروض منقرضين من زمان. بس عن اللي قافي، بس أنا برد عليك حبيبتي، أنا سنية وأمي الله يرحمها شيعية، وتزوجت شيعي اللي هو علي المفيدي. أنا ما عندي هذا الفكر المتخلف، مدام كتابنا واحد هو القرآن وربنا واحد ورسولنا واحد فما له داعي هالكلام. لمية تسألني إيش رأيك في سنابات محمد العلوي؟ أمانة مو ضايفته عشان أقدر أقول رأيي. نانا أو شيء من هالنوع تسألني تقولي مي هل ممكن تقابلين بثينة الرئيسي؟ بثينة الرئيسي أنا سويت لها مقابلات أيام الصحافة في اليقظة وجواهر وعدد من المجلات اللي كنت أكتب فيها، ما أدري الزمن ممكن يخلينا نلتقي في البرنامج أو لا، شيء أنا ما أقدر أحدده أمانة. أنا ما شفت بثينة صار لي سنين وما التقيت، وإحنا مو على تواصل وإحنا مو صديقات. ماي أنجل تقول لي ما ايش رايك في شجون في اليوم الاسود؟ امانه كانت جيده وايد في اليوم الاسود، بس في اعمال قدمتها كانت افضل منها، وهم بنفس الوقت كانت تسالني متى تستضيفينها؟ ما راح استضيفها حبيبتي، انا علاقتي فيها مقطوعه ما اخذ موقف منها، وهذا الشيء اريح لي واريح لها، خصوصا ان احنا شخصيات ما تنسجم مع بعض ابدا. وأنا سبق واستضفتها عندي في نأسة بعدم إزعاج 3 مرات، فكفاية أعتقد نفتح مجال حق نلتقي بشخصيات جديدة وهذا حقي. شعاع العتيبي تسألني عن مشاعر الزنكوي، هل تشوفين أنها أخذت حاصلها بالتمثيل ولا تشوفينها بالتقديم؟ مشاعر الزنكوي مذيعة يعني برامج ممتازة، بس أنا أشوف إن هي صار لها سنين ما قدمت شيء بالتمثيل نهائيا، مع إنها تمتلك موهبة ضخمة وعندها حضور جبار، لكن ليش مبتعدة عن التمثيل ما أدري، يمكن هو شيء أسري، يمكن هي يعني انشغلت في حياتها الأسرية وما عندها وقت للتمثيل، لأن التمثيل يحتاج إلى تفرغ، وهي بسم الله عليها عندها بنتين الله يحفظهم لها وإن شاء الله تشوفهم يعني عرايس. ناصر يسألني مي شنو أفضل مسلسل بالنسبة لك حق نيللي كريم؟ ذات وسجن النساء. في شخص دازلي يقول لي هيفا ماجيك متكلم عنك، افا صبحي يا بطاريه ما ادري شنو. رهف تسالني تقول لي مي هل الفنان هدى حسين عراقيه؟ اي هدى حسين عراقيه، وفي لقاء حقها قديم في الار تي اتذكر كنا بعد الغزو او شيء من هالنوع، تكلمت وقالت انا مو ذنبي ان انا عراقيه، فهي اي عراقيه، بس اليوم ما ادري عاد اذا هي الى هذه اللحظه تحتفظ بالجواز العراقي او ان عندها اي جواز اخر، هذا ما اعرفه امانه، لان انا اعرف وايد في عراقيين سواء مشاهير او غير مشاهير يمتلكون جوازات اوروبيه،
فما أدري أمانة إذا هدى إلى هذه اللحظة تحتفظ بالجواز العراقي أو لا. شريفة تسألني هل ممكن تستضيفين مي هند البلوشي؟ جايز، ليش لا؟ بس أنا ما عرضت عليها لما الحين، فكل شيء جايز. مي صايل تسألني مي شو رايش في حفلة عبد المجيد عبد الله اللي سواها في دار الأوبرا؟ كسرت الأرض وعمرتها، وصراحة أقوى حتى من حفلة دبي. فوفو تسألني مي هل سعود بوشهري أخو محمود وعبد الله بوشهري؟ لا حبيبتي، أولا سعود كويتي ومن عائلة بوشهري، لكن محمود وعبد الله إيرانيين الجنسية، ومو عائلتهم بوشهري، عائلتهم ولادة.